بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري وحار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة أتربة عالقة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود لفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 35 والصغرى 20، العاصمة الإدارية 35-19، إسكندرية 34-17، العلمين 33-17، مطروح 22-16، دمياط 33-16، بورسعيد 32-19، إسماعيلية 36-18، السويس العظمى فيها 35 والصغرى 17، العريش 30-16، كاترين 20-9، طابة 33-16، حلايب 28-22، شلاتين 32-20، شرم الشيخ 34-21، الغردقة 35-20، الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 17، بني سويف 35-18، الوادي الجديد 37-18، أسيوط 36-19، سوهاج 35-19، قنا 36-18، الأقصر 37-20، وأخيرا أسوان العظمى فيها 38 والصغرى 22. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنروح لمصطفى وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. نشكرك يا رامي، شكرا جزيلا.